لا دابا هذا المشروع قانون جنائي تعطل، فكنفرض انه يخرج هذاك مقترح قانون. اولا كتربح انك جاوبتي مع مبادره ديال الفريق البرلماني، لانه كتعرفوا الفروق البرلمانيه اليوم بحكم انها مصدر ديال التشريع اليوم ما كيتشاعلش مع الحكومات المتعاقبه، كان المفروض تربح هذه النقطه. ثانيا انك تواكب التطور القانوني والتشريعي الدولي في هذا المجال. ما يتعلق بالتعليقات خاص الناس يعرفوا، مادام حنا كنتكلموا امام الاعلام، راه كاين في قانون الصحافه ما يجرم كل تلك الخطابات والشعارات والرسائل اللي كتدعي للكراهية او لا كتقوم بواحد الفعل اللي هو يعني كيدخل في نطاق التمييز العنصري. اولا شكرا جزيلا على حضوركم وحضوركم في هذه الندوه الصحفيه التي قمنا من خلالها نحن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وأيضا المركز المغربي للمواطنة، قمنا من خلالها باستعراض نتائج استطلاع آراء المغاربة حول تواجد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب، وحول يعني تضمن هذا يعني هذا العرض أيضا توصيات وملاحظات حول هذا الاستطلاع. طيب نحن كمنظمة تهتم بالدراسات الحقوقية وكمنظمة ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان أي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، نؤكد على أن مثل هذه المناسبات هي تسمح لنا بالترافع بشكل مباشر أمام الرأي العام وأمام المسؤولين حول القضية من القضايا التي يعني اعتبرت إلى عهد قريب من قضايا الطابو، وهي قضية العنصرية في بلدنا. لاحظنا أن العنصرية يعني اليوم في تنامي، وخطاب الكراهية يعني هامش خطاب الكراهية بدا كيتسع بواحد الشكل كبير جدا، وبالتالي فالمفروض اليوم أن ننتبه إلى هذه المؤشرات التي تضمنها الاستطلاع وأن نتعامل معها بجدية كاملة، وأن نطبق أو أن نفكر في برامج توعوية، برامج تربوية، برامج تثقيفية، برامج تستحضر موروثنا الثقافي في تعاملنا مع الآخر وفي تعاملنا مع ضيوفنا هنا في المغرب. بالتالي فيفترض اليوم نحن يفترض اليوم من المسؤولين أن يلتقطوا نتائج الإشارات يعني المفرزة من نتائج هذا الاستطلاع، أن يلتقطوها بإيجابية، أن يتعاملوا معها يعني بحس حقوقي، وأن يضعوا الحد لهذا المد يعني العنصري الذي بدأ يتفشى مؤخرا في بلادنا. رشيد صديق رئيس المركز المغربي للمواطنة، كما كتعرفوا فالمركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فقاموا بإنجاز استطلاع للرأي لدى المغاربة من أجل الوقوف على كيفاش كيشوفوا موضوع الهجرة، وخصوصا هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء. الخلاصات العامة ديال هذه الدراسة فممكن نلخصوها في واحد رسالة تنديرية اللي وصلنا لها، وواحد ميساج دالير لتوصلنا لها، وأنه كيبان بأن هناك تنامي الخطابات الكراهية والعنصرية لدى فئة الشابة مقارنة اللي عندها 30 سنة مقارنة مع باقي الفئات العمرية، بحيث أنه في مجموعة من المؤشرات الفرق في النسبة ديال نقدر نسموه التطرف أو الآراء المتطرفة من ناحية الكراهية ومن ناحية العنصرية فتتجاوز 20% الفئات اللي عندها أكثر من 30 سنة لدى الفئة الشابة. وهذا فمن خلال التحليل الكيفي لهذه الظاهرة فبان لنا بأنه مجموعة من العناصر اللي ساهمت في أن نشوء هذا الموقف لدى هذه الفئات. هذا أولا بأن هذه الفئات تعاني مجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية من البطالة إلى آخره، وبالتالي كيعتبروا هذه المهاجرين ربما منافسين لهم في هذه الفرص اللي هي أصلا قليلة. كذلك وجود بعض الرسائل واحد الفيديوهات ديال الأفارقة اللي كيقول بأنه شمال إفريقيا ماشي ديال راه ديال الأفارقة إلى آخره، فكذلك هي عززات من هذه المسألة. هذه لاحظنا كذلك هناك وعي
لهذا الشباب واللي كيبرر حتى هما ياخذوا الموقف بانه المسؤوليات اللي هجروا هاد الافارقه راه ما جايينش باش يستقروا في المغرب، هما جايين وكيعتبروا المغرب بلد عوبه باش يمشوا لاوروبا، وكيعتبروا بانه يجب على الدول الاوروبيه المستعمره سابقا وحاليا اللي كتستغل الثروات الافريقيه بطرق اخرى انها تحمل مسؤوليتها التاريخيه من اجل زعما اعتماد مقاربه تنمويه عوض المقاربه الحقيقيه اللي كيستعملوها دابا باش يضغطوا على الدول خصوصا الدول العوبه. بخلاصه هذه مجموعه من 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 النتائج، غير بنشير بانه للاسف حوالي 500 تعليق اللي كانت على المستوى سواء الفيسبوك سواء توصلنا باستمارات، فكانت تحمل خطابات عنصريه وخطابات كراهيه خصوصا هذا في قضيه ديال الشباب، وهذا كنظن خاصو يتعالج لانه قبل ما يفوت الاوان. وشكرا لكم.